داخل متحف الشرطة أشهر الجرائد. طبعاً كلنا نتذكر أدهم الشرقاوي، ملحمة أدهم الشرقاوي. أما ريا وسكينة، دي الشخصيات الحقيقية، دي صورهم. دي مين دي؟ ما هي مكتوبة اهو. اللي رقم الجناية 26. الجناية رقم 43921. دي الأماكن اللي كانوا طالعين منها الجثث تحت الأرض بتاعة البيت بتاعها. ده حقيقي، دي حقيقي، الصور دي حقيقية كلها. بصي ريا وبنتها اللي رايحة تعرف عليهم بنتها. بصي هنا اهي برضه. وده بيتهم يا فريد. ده بيتهم في اسكندرية، عارفة المكان ده؟ الحكومة محافظة عليه كده لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. بيتهم ده موجود لحد دلوقتي، ولا حد بيسكن فيه ولا حد يقرب منه. لازم يعرفوا مسكون قافلينه كده يا فريدة، محوطينه بالحاجات اللي تحت. ما هو ده ذاكرنا في متحف الشرطة. سفاحان مصريتان شقيقتان. ده بقى السفاح، صوت السفاح.